السيد سعيد، سيداتي وسادتي، أين هذه الخبور؟ عواشركم مباركة مسعودة. هذه أخبار شاني تاني عاوي تاني على القمر الصناعي هوت برجر. دخلوا الدراري، خليهم يخدموا. سير عند خيس 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 اخشي خيس، انت راه غير دبار فيهم لعنة خيشي. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في تحدي جديد. اليوم عندنا التحدي مع خويا سفيان، والحاكم اللي غيكون بيناتنا هو خويا كامل. ليش باش نشرح لكم؟ كاينين ثلاثة ديال التشالنجات اللور. دابا كل واحد غيلعب مع الاخر راسو لنجمه، واللي خسر هو اللي غيتحكم عليه بداكشي اللي عزلوه. فهم؟ ما فهمتو؟ نقول لك راه لا حول ولا قوه الا بالله. فهمتي اخويا ما فهمتيش؟ راه الناس راه بزاف. فهمتو؟ فهمتو؟ يلا الدراري دابا غنبداو اللعبه ديالنا. راس نجمه هودو شنو لك شوف؟ انا بلعت عمي ماشي خشاني ورقة هادي شوف مهرة شوف شادي كامروان هادي مشيت تفرم الحانوت شي حاجة ناري ناري دفرت في هادشي مول العيب هاودي سير على الله سير باقيين جوج راس نجمة خليكم مع التحدي خوتي. هذا هو التشالنج ديال سفيان، غادي يمشي يكريسي شي واحد. خليكم مع التشالنج. راني دبر خويا او غادي عندي. خلي ناري غادي دبر خويا. السلام خويا مزيان. سلام بخير الله يحفظك. خويا بغيتك في واحد المكان، بغيت انا ندور على الوالد الله يحفظك. تعطلاش عليا ما عرفتش فين مشى. طلعت على الله يرحمك. الله يحفظك. انا خويا نهضر معاه ونرجع عندك. صافي الو الوالده وفين هو؟ واش عطلتش عليا وانا دابا رخديت مكالمه مع واحد الدري باش نعيط لك. يلا واخا صافي. انه ليس تمساحا عاديا، إنه تمساح بيلوبونغ كينغ، وهو ذكر يبلغ طوله 5.5 أمتار متمرس في المعارك ويسيطر على هذه المياه. فيش فين غاز؟ واش هي تنصور راسي صاحبي؟ راه خويا راه هنا ها هي الكاميرا ها الكاميرا غادي نضحكوا معاك. ها كاميرا ها كاميرا المهم خويا شارك ما ديرش لي بحال الطبلانه تاع صح. لا اسمح لي لا كاميرا ها كاميرا صح. 5 minutes later خوتي التحدي فيه هو غادي يمشي لبرزة شي واحد. بان لي البلان في هاد جوج دراري اللي جالسيني المهم غنشوفو معاهم ونشوفو شنو غيوقع. ناري دبر فيها خيمة هاديك.
خاص خاص خندي وار جلس يا صاحبي ريح هنايا بغيت نجلس هنا صاحبي انا بغيت نجلس هنا والجرده ديالك بغيت نجلس هنا صاحبي شنو هذا واش مريض ولا وانا بغيت نجلس هنا اخو الجرده واش ديالك صاحبي شي لعبه بابا شنو نجلس صاحبي وما تجلس حدايا اخو جلس هنايا شوف بغيت نجلس هنا والجرده ديالك صاحبي هادشي ساعه كاين صاحبي وهادشي ساعه كاين اللي ما كاينش اخو بغيت نجلس انا هنا علاه تجلس هنا تجلس هنا ريح علاش تريح واش هنا وانا بغيت نجلس هنايا كاين شي مشكل كاين مشكل هكا زعما نهضروا بيناتنا باش نجلس انت علاش هاد جلس بوس منا واخويا انا عجبتني هاد البلاصه والجرده ديالك صاحبي بغيت نجلس هنا ديالك انت ديالك اش كتقول نجلس هنا نعرف اش كتقلب بغيت نجلس صاحبي انا هنا مال تخونا انجلس هاي واه انت يا اخويا علاش ممكن نجلس هداك؟ لا نجلس ماشي مشكل هذا لاباس خطيني فيسبوك ديالك لا جمعيتك انا قايد لك نمرشي لا كتعرفني باش قايد لي انا مرتي ما كانت تكبر ماشي تكبر انت اللي فيك تبرعيش وانت فين جلست حداك؟ ما جلست حدايا كتعرفني ما جلست حدايا طب حد فيكم كلمها بقى بلاش انا كلمها ويلي هاد الهضره كامله دابا عطيني غير نمرتك بغيت نمرتك ما تصبرهاش ما جلستش حدايا اصلا عطى الله الكراسه علاش ما تعطينيش نمرتك صحه وانا البنت اللي بغيت نمرتها اش ناخذها حكتيني شنو ما عجبشكش ولا شنو ما عجبتينيش انا زوين زعما تقدر تكون عادي تعطيني نمرتك ومن بعد زوين غاش عطيني نمرتك ماشي ضروري تكون زوين شنو علاش ما عنديش طوموبيل اخذني معك بالجو الحلو صافي ديال الطوموبيل واجي نعطيك نمرتك لا واثقة من نفسيها مش واخد بالك دابا باش تعطي النمره اللي عند الطوموبيل ايوا انت وزار هو دراعك بيوقعك قوي يا جماعة اللي ما عندوش ما تعطيش النمرتك عندك دابا نقيد لك انا لو عشتي انت في حال وحده بجوج نوضي 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 لا تخرطي في الحال بارد نوضي دابا شوفي غاش عطيني نمرتك وغنمشي انت باسل دابا بغيت انا نمرتك اش من باسل ولا راه نقيد نخليك احسن عافاك اجي اجي لهنا حتى نعافاك Five minutes later. خوتي التحدي هو غادي نمشيو عند هاد مول الحانوت وغادي نبرسطو شويه خليكم مع التحدي السلام وعليكم السلام خويا عندك شي تليفونات للبيع كاينين مستعملين الجداد لا مستعملين مستعملين كاين اول مره عندي واقيلا اول مره سيدي مرحبا شوف هذا خويا شوف هذا وشوف هذا واحد الدري اللي صيفطني هاد الدبي لا مرحبا مرحبا ديك واش مزيان لا مرحبا خويا مرحبا بك انا متكذا لا هذا شحال ديك سامسونج كتبقى لك 800 درهم جي 5 6 هذيك شحال هذه هذه تبقى ب 1000 درهم جي 7 وهاد جي 1 6 تبقى لك ب 400 درهم تما الاخر ديالهم ثمن زويون درت مع خويا ومرحبا بك قد معايا فعلا ثمن درت مع خويا ثمن زويون صافي بان لك نقدم مع خويا ماشي مشكل راه ثمن درنا مع زويون صافي هذا مزيان ماشي مشكل اللهم يسر غنديهم بثلاثة ثلاثة كاع بثلاثة ماشي مشكل مرحبا صافي فيهم 50 درهم كاملين ماشي مشكل صافي وما عنديش نرجع خويا واخو شنو كيفاش ترجع وصافي ترجع عندي باش كترجع هذاك التليفون هذا التليفون عندي ترجع لي صاحبي التليفون صاحبي شتي ما حماق ولا مال
خوتي نتمنى يكون التشالنج عجبكم. المهم هذا التحدي اللي درنا كلينا فيه لبصه ولكن هانيه. المهم اذا كان عجبكم هذا الشيء شاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، وتسناو ان شاء الله الفيلم الجاي اللي احنا خدامين عليه شي حاجه واعره. والانستغرام ما تنساوش اخوتي الانستغرام ديالنا غنخليهم لكم هنا فولواو. سيدتي وسادتي انتهى رصيد اخبارنا، المرجو التعبئه بعد خذ. إلى اللقاء.